اهلا وسهلا بيكم، والان جاء موعدنا مع نجمه كل يوم تقول جابت اخرها، كل ما تشوف عمل تقول خلاص دي تعبت جدا، دي عملت كل حاجه، فتكتشف انها عندها مقدره رهيبه على النجاح والابداع والجمال. طبعا انا بتكلم عن ليلى علوي، فتاه الليل والكابتن الجامد جدا اللي غير مفاهيم كتير، اللي كان بيشرح المجتمع بنعومه وببساطه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك يا استاذ خالد؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب، وكل الناس يا رب طيبين وفي احسن حال. وعيد سعيد عليك. انا عارف انك ما عرفتيش ترمضاني. يعني عشت رمضان كله تصوير. ليه التاخير ده؟ انتوا عارفين انه رمضان جاي من زمان. يعني بص، يعني كلنا كنا كده، يمكن احنا اخر ناس مخلصين، بس يعني اللي قبلينا يومين ثلاثه. ما انا بتكلم عن حاله عامه بالظبط. واحنا برضو بادين اخر ناس، يعني احنا بدانا 18/4. فده كان متاخر، فيعني الحمد لله. يعني الشغل الحقيقي كان مجهد جدا ومحتاج وقت، فاخدنا الوقت دوت. يعني تعبنا قوي قوي، بس الحمد لله. يعني النتيجة رائعة. يعني بس ليلى علوي الإنسانة اللي قاعدة تطلع من شخصية مش لاحقة. يعني ليلى علوي هي الكابتن عفت، ليلى اتنست خالص طبعا. يعني ما اعتقدش انك كنت بتبص على ليلى خالص. لا خالص، مش فضيالها نهائي نهائي نهائي. ازاي قدرتي تدخلي في الكابتن عفت؟ يعني عملتي ايه عشان تدخلي في شخصية زي دي؟ شخصية جديدة وفكرة مجنونة كده. هي أنا كان عاجبني الحقيقة قوي الـ 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 المحتوى بتاع المسلسل، الموضوع يعني اللي عاوز يتقال. وكانت عجباني عفت إنها شخصية أم مصرية جدا، متفائلة جدا، بالرغم إن يعني أرملة ولوحدها ومسؤولة عن 3 ولاد وعن أبوها، لان اخواتها مسافرين طول الوقت ومشغولين طول الوقت ونازله مجتمع غريب ومجتمع ثقافته مختلفه تماما. بالظبط. وهي من الطبقه المتوسطه المتعلمه كويس واللي متربيه كويس، بس اللي هي بقت شايفه انها النهارده بقت غير قادره انها تعيش وتقضي احتياجات ولادها الطبيعيه الاساس، يعني المفروض انها تبقى اساسيه ومن حق كل طفل طبعا. مش حاجة زيادة أو مش حاجة تعيش كويس، صح، تعلمهم كويس وتربيهم كويس ويلعبوا رياضة كويس ويشوفوا مع ناس كويس وياخدوا حقوقهم كويس ويعملوا واجباتهم كويس. وكان ده منظورها برضو لما دخلت نادي الشهداء للفريق وللأهل الحي كله. أنا حبيت فهفت إنها بتقول إن الأم أقوى شيء في ليلى وأساس لليلى، وهي اللي بتربي وبتدي دفعة برغم كل الأوجاع اللي جواها والوحدة اللي جواها والتحمل أعباء الحياة واليوم وضغطها والشارع والملعب والشارع. ولما نزلت تشتغل مع ناس مجتمع هي ما كانتش تعاملت معه قبل كده، لكن قدرت إنها تتحرك معاه وتكون إيجابية. مش هو اللي يمشيها، ساعات الناس اللي ما عندهاش اكسبيرينس في الحياه شخصيتها بتنسحق. بالظبط. لكن ان انت اللي تغير، لكن بالظبط هي كانت ايجابيه بطريقتها، ما تنازلتش عن شيء، لان هي تربيتها كويسه. دايما بقول البني ادم اللي بيبقى متربي باساس كويس بيقدر يقاوم، بيقدر ما يتغيرش بسهوله. صحيح. لكن انت داخله تجربه عارفه ان نموذج ما بيحصلش، يعني الناس بتشوف على الشاشة دايما بترتبط باللي شايفاه مجتمعها، انهم يشوفوا ست وحلوة وكابتن. لما ما كانتش حلوة. لا كانت حلوة. لا والله. حلوة طول الوقت. فالست الجميلة اللي نازلة في مجتمع زي ده فكرة مش مقبولة، ومع ذلك الناس قبلتها وشافت ان المسلسل بيعمل تشريح سياسي واجتماعي لحياتنا من خلال الملعب. ما كانتش المسألة رياضة ولا فريق ابدا. طبعا طبعا، يعني برغم ان هي محطوطه بالقالب ده، وده الحقيقه دي كانت التريك اللي عاملها محمد رفعت. الدكتور محمد رفعت، لانه قال كل حاجه بصراحه. انا وسميح النقاش وانت واللي في بيتك واللي في بيتي، اعتقد كل الناس اللي نفسها تقولها. كفايه لا مبالاه، كفايه استسلام، اتحركوا، اشتغلوا، اجتهدوا، اطلبوا، هتلاقوا. وكانت بتقول انك علشان تغير لازم تعمل ايه؟
طبعا الكابتن ده علشان يغير في دول، في عقليتهم، في رفضهم، في فشلهم، في احباطهم، كان لازم تعمل ايه؟ عمل ايه الكابتن عرفت؟ عمل حوار. بص للبني ادم، مش بس هو عايز منه ايه، لا بص في بيته جواه هو ضايع في ايه، هو تايه في ايه، هو حطت فيهم اللي كان مش مهتم بامه ورافض مهنتها وبيعملها بجفاء، اللي بيحب وخايف يقول، اللي بيعامل مراته وولاده على قد ما هو شايف مقضي يومه ازاي، فكل ده بينعكس عليه. اللي عاوز يبقى اللي عايز يبقى زي ابو تريكه او زي يعني حد من اللعيبه الكبار، من النجوم، عماد متعب، اي حد، وفاكر ان ده اللي هيجي لغايه عنده النجوميه هتجيله والنجاح ويحلم، ان هم يتعلموا يحلموا. يعني هي قابلت الفريق، طبعا بحيي كل الشباب اللي كان معايا، بجد وليد فواز وكل اللي كانوا موجودين، لان هم فعلا تعبوا جدا. كنا بنصور في عز الصيف في استاد بجد، وفي انت كنت بتجريهم جامد قوي، انت كنت مبهدلاهم، كانوا بيصعبوا عليا. ان هما ما بيحلموش، عارف يعني لما تشوف شباب قفل ما عندوش حلم لبكره، ما عندوش حاجه شايفها، حتى لما جه يتكلم بقى سوري بيفشر في احلامه. يعني مش ده اللي جواه بجد، ما اكبر من حتى طريقه الحلم. فكل ده انا شفت ان هو الحقيقه اتقدم بشكل بسيط سلس، كان ناعم حقيقي، ما فيهوش خطابه ولا حد حقيقي قاعد يدرس بالظبط. مع ان كان في مثلا مشاهد طويله ومونولوجات، لكن الحقيقه ما بين سميح النقاش والتكنيك اللي كان عامله كمان كان مختلف تماما عن اللي احنا متعودين عليه بالنسبه للدراما المصريه. عامل شريوهات كتير، عامل قطاتها بشكل معين، حتى وانا بتكلم لما كان بيديني الديكوباج بتاعي ازاي بامشي وازاي بلف وازاي حواجه لده كده، وازاي مع استاذ عابد فهد نفس الحكايه. يعني كان الديكوباج كان سهل وتنفيذه صعب، بس كان الحمد لله طلع مكمل قيمة المشهد، وان هو برضو مسترسل نفس الموضوع بسلاسة. هي الافكار نفسها كانت بتتسلل للناس بالراحة بالظبط، بدون يعني حاجة كبيرة او حاجة زي ما انت قلت خطابة، سواء كان في الحوار او في الاداء او حتى في التكنيك. صحيح، مش استعراضي. كان واضح جدا فكرة اهمية الحب، ان المراه وهي بتقاوم وبتصنع نفسها وبتحمي اسره وبتشكل مجتمع اللي هو الفريق، بس محتاجه حب، محتاجه راجل. طبعا طبعا. وحاجه كمان كنت بحبها قوي في عفت، انها بتقول احنا ممكن يكون ناقصنا حاجات كتير. يعني انا ممكن يبقى مش قادره كأم احقق لك حاجات كتير، لكن انت عندك حاجه بكل حاجه، وهي حب العيله. احنا بنخاف على بعض، ان احنا في بينا حوار، ان احنا في بينا استشاره، بالرغم ان هي لوحدها. وبالرغم ان ابوها كان برضو الاستاذ اسامه عباس اللي عمل طبعا دوره بمنتهى الروعه والحساسيه والجمال. يعني كان عايزها يبقى لها سند وتبقى وحد يبقى معاها ويطمن عليها بالظبط. لكن مش ده المقياس برضه. المقياس ان يكون في الحب. كنت بحس وانا بتفرج عليكي في كابتن عفت القويه دي، هي بتخفي حاله من الضعف الشديد طبعا، وحاسه طول الوقت ان المجتمع المحيط ده هينقض عليها، فهي بتوجه بقوه بس هي ضعيفه. عشان كده كنت بحس احيانا انك بتستمتع بقوه عابد فهد، بجرأته، بحمايته احيانا اللي كان بيفرضها عليكي بالظبط. وده حتى كان متقال في الحوار، ان لما بتقول له عادل، عادل اللي هو جاب لي الشنطه من الراجل اللي سرقها، عادل لما حد اتهجم عليا، اللي كان كل ما اكون في مصيبه الاقيه موجود وبطمن وهو موجود. فده احساس مهم جدا للمراه، انها تلاقي الانسان اللي هو بمجرد تواجده في حياتها مش بس في المكان، يبقى عندها نوع من الطمانينه. المراه بشكل عام بتحب تمارس ضعفها احيانا، بتستمتع بيه؟
يعني تختار شخص ما اللي تشعر تجاوب الحب فتحب أن تمارس ضعفها؟ هي بتختار الشخص اللي بتحس إن هي في حالة عارف اللي هي قاعدة مستكينة كده لأنها مطمنة، مش مسألة ضعف أو مش مسألة قوة، بس هي مستكينة ومطمنة مطمنة. شايفة خلط ما كان فيه شوية ما بين شخصية عفت وليلى علوي في الأجزاء دي، يعني ده أنتي؟ بص أصل يعني مثلا لو مسكت ليلى مسكت عفت ومسكت علي هتلاقي التلاتة مثلا فيهم حاجات متشابهة مع بعض، لكن هي كل واحدة ليها تركيبة وليها طريقة مختلفة. ممكن تبقى المبادئ واحدة بس الطريقة، يعني التلاتة ما بيحبوش الكذب مثلا. بس مش كل الستات كده، ستات كتير يحبوا الكذب. لا أنا بتكلم على التلاتة دول. أيوة. ما بيحبوش الكذب. أوكي، الكذب ده بالنسبة لهم حاجة بشعة يعني، وحاجة بتضعف من أي بني آدم قدامهم. لو حد بيكذب بيبقى بينزل يعني، مبقاش موجود. لكن كل واحدة بتعبر عن ده بطريقة مختلفة. طبعا الشخصية بتختلف. صحيح بالظبط، هو ده اللي بيبقى اللي أنا بتعب، بقعد أتعب فيه، بتعب فيه مع نفسي مع الورق مع المخرج. عملت إيه عشان تدخلي للكابتن عفت؟ عملت خلطة غريبة جدا. طبعا من الورق اكيد، كنت بقعد اتكلم مع 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 محمد رفعت كتير قوي في التليفون لانه كانش عندنا وقت. احط لها تفاصيل وحاجات في شخصيتها كتيرة قوي من ناس انا قابلتهم في حياتي او من حاجة صغيرة فيا يعني ابروزها زيادة. في طريقة كلامها وفي طريقة مشيتها وفي طريقة يعني في كل حاجة. حاولتيش تشوفي كابتن بتاع رياضة؟ طبعا كنت بعد، وكان وقت كان وقت كاس العالم. كنت انا بصور، فكنت دايما سواء كان في الانتراكت او الاول مرة كده كاس العالم مرة واحدة اقلد اشوف هما بيعملوا ازاي، علشان كان عندي في الحلقات الاخيرة المفروض بقى خلاص مش بتبقى عملي، موجودة في الملعب وموجودة في الماتش وكده، فازاي بتقبل السين اللي بيعملوه والإكسبريشن اللي بيعملوها بالإشارات والحاجات دي. كنت بقعد ألقطها وكنت بستفيد برضو من اللي جنبي، يعني الناس اللي جنبي. الناس اللي جنبك؟ مين الناس اللي جنبك دي؟ يعني من زوجي مثلا، يعني أقول له بيحصل إيه مش عارف إيه. ناس الرياضة على طول؟ على طول. كانت شخصيته بتبان في أي حتة فيكي؟ أفندم؟ جزء من شخصيته بتبان في أي حتة منك؟ لا 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 خالص، لا. هذا رجل وهذه امرأة. بالضبط. خلينا نشوف اللي كان معاه.